بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخوتي الأحبة، بهالإنجيل يلي سمعناه اليوم، أنتوا اللي موجودين معنا بالكنيسة المباركة ويلي عم تشوفوني عبر وسائل الإعلام بالعالم كله سوا، أكيد بهالزمن يلي نحن موجودين فيه، زمن الصليب المقدس، زمن ارتفاع الصليب المقدس، الحكي يلي عم يحكيه يسوع المسيح مع نيقوديموس، عم يحكي فيه بين النور وبين الظلمة. شو بيقصد يسوع بالنور وشو بيقصد بالظلمة؟ حتى نقدر انه نفهم هالشغلة هاي، لابد على طول انه نعمل المقارنة بين آدم الأول وبين آدم الجديد، وبين حواء الأولى وبين حواء الجديدة، لأنه الكتاب المقدس بيقلنا انه ربنا لما خلقه لآدم بيقول الكتاب انه لمن خلق السماء والأرض والجبال والتلال وكل شيء خلقه، ورأى الله أن ما خلقه جميل. أما لما وصل حتى يخلق الإنسان فبيقلنا أنه ورأى الله أن ما خلقه جميل جدا. فإذا خلقه للإنسان كان جميل جدا، لأنه ميزه لهالإنسان بميزتين. الميزة الأولى يلي ميزوا فيها أعطاه عقل إنه يفكر، والميزة الثانية اللي أعطاه إياها أعطاه قلب إنه يحب. مثل ما ربنا أحب لهالإنسان، ربنا دعا الإنسان إنه يحب الله ويسمع كلمة الله. وبيخبرنا الكتاب المقدس كذلك الأمر إنه كان في شجرتين بالجنة. الشجرة الأولى هي شجرة معرفة الخير والشر، والشجرة الثانية هي شجرة الحياة. ولما ربنا بيحكي مع آدم وحواء بيقول لهم تقدروا تاكلوا من كل شجر الجنة إلا هالشجرة يلي هي شجرة معرفة الخير والشر. بيمكر من الشيطان يلي دخل بدينة حواء، لأنه الشيطان قبل ما يدخل بحياة الإنسان بيدخل بدينته، وهذا الشيء بيقوله الكتاب المقدس بيهوذا، بيقول له ودخل الشيطان فكر يهوذا، هيدي على العشاء السري. فإذا أول شيء كانت فكرة الشيطان بالفكرة، بعدين بيقلنا لما أكل الخبزة ودخل الشيطان قلب يهوذا. فإذا الشيطان هيدا يلي دخل بالأول من خلال دينة حواء، شو قال لها؟ قال لها وتصيران آلهة. شو بتكون فيه لالله؟ ليش أنتو بتكونوا يكون هو الإله وأنتو بتكون تكونوا الدون؟ فإذا أنتو قادرين أنه تكونوا آلهة مثلكم مثله وتساووا حالكم فيه. دخل الشيطان بقلبها لحواء، ولما دخل الشيطان بقلبها لحواء سقطوا بالمعصية أو سقطوا بالخطية. بسقوط الإنسان بالخطية بقلنا الكتاب المقدس إنه الإنسان حس على حاله إنه هو عريان، مع إنه هو كان عريان قبل، ورغم العرية اللي كان موجود فيه ما كان يخلق له مشكلة، لأنه كان نور الله هو اللي مغطيه. إنما هالإنسان هيدا لما اكتشف حاله إنه هو عريان بيغطي حاله، ولولا ربنا بده يخلق الإنسان معه تياب كان خلقه معه تياب، لأنه خلية الله مش ممكن إنه تكون ناقصة، لأنه هالإنسان هيدا كان مغطى بنور الله. فإذا بخطية الإنسان وبمعصية الإنسان هيدا دخل الإنسان بالعتمة، ترك النور، نور الله يلي كان موجود فيه، ودخل الإنسان بالعتمة. مشان هيك بيقول لنا الكتاب المقدس إنه طرد من الجنة
وبطرده من الجنة الكروبيم سكر الجنة بسيف النور حتى يمنع آدم وحواء من أنهم يرجعوا للجنة، وطردوا من الجنة لشغلة أساسية حتى ما يأكلوا من شجرة الحياة ويعيشوا كل حياتهم بحالة الخطية. فإذا من هاللحظة هذه يلي ربنا فيها قصص الإنسان، بنفس الوقت نحن منشوف أنه في تدخل إلهي، وهالتدخل الإلهي هو حتى يخلص الإنسان. مشان هيك حتى ما الإنسان يضل عايش بحالة الخطية الدائمة إذا أكل من شجرة الحياة، انطرد الإنسان من الجنة أو طرد حاله من الجنة. هالصورة هيدي بنعرف إذا الإنسان يلي كان عايش بحالة النور، الإنسان اللي كان عايش بحالة النعمة، الإنسان اللي كان عايش بحضن الله، هالإنسان هيدا حس على حاله إنه هو عريان، وهالإنسان هيدا انطرد من جنة عدن. نرجع منشوف الصورة هي ذاتها مع يسوع المسيح لما حان الزمن. منشوف إنه الملائكة يلي كانوا مسكرين باب الجنة، الملك جبرائيل بيجي لعند أمنا مريم العذراء وبيبشرها، بيقول لها مباركة أنت بين النساء، الروح القدس يحل فيك وقوة العلي تظللك، لذلك المولود منك يدعى ابن الله. فإذا من هون دخل مخطط الله الخلاصي بكماله. هل مخطط هيدا يلي دخل بالكمال بيحكي عنه القديس بولس، بيقول متى جاء الكامل زال الناقص. شو اجى يسوع المسيح حتى يعمل؟ اجى يسوع المسيح حتى يشيل الانسان من العتمه اللي موجود فيها ويحطه بحاله النعمه، يحطه بحاله النور. مشان هيك يسوع المسيح لما نحكي عن حاله قال انا النور، انا الطريق، انا الحق. ما اجى يسوع وقال انا نور، ما إجا قال أنا حق، ما إجا قال أنا طريق، هيدي الطريق بتوصلك وهيدي الطريق بتوصلك وهيدي، قال أنا الطريق، ما في طريق غيري، أنا النور ألف نون، بزيد ألف لام. هالألف لام لما نحن بنستعملها بنعطي فيها الكمال، يعني أنا بحب بس الحب لله، أنا بحس بس الحس لله، أنا بسعى أن أكون كامل، أما الكمال لله. فلما يسوع بيقول أنا الطريق وأنا الحق وأنا الحياة وأنا النور، معناتها يسوع عم بيقول ما في نور غيري، ما في حق غيري، ما في طريق غيري حتى تقدر أنت أنك تخلص. وكيف أنت بدك تخلص؟ بدك تخلص بشجرة الحياة يلي ما قدر الإنسان أنه يأكلها أو يأكل منها، شجرة الحياة الجديدة اللي هي خشبة الصليب. خشبة الصليب هي شجرة الحياة، ومنشوف بها الشجرة هيدي آدم الجديد موجود وحواء الجديدة موجودة، مثل ما أنه على شجرة معرفة الخير والشر آدم الأول كان موجود وحواء كانت موجودة. هونيك سقط الإنسان وهون ارتفع الإنسان. هونيك الحية بتقلا عداوة بينك وبينه وبين نسلك وبين نسلك، بين نسل الحية وبين نسل الامرأة. من هو نسل الامرأة؟ بنجي للعهد الجديد حتى نشوف من هو نسل الامرأة. مخطط الشيطان منشوف بتجاربه ليسوع المسيح، التجارب الثلاثة، مخطط الشيطان كان انه يفركش مخطط المسيح الإنسان، لأنه المسيح هو إله كامل وإنسان كامل، يعني هو إنسان مثلي ومثلك، جاع، تألم، توجع، عطش كإنسان، وقال عن حاله أنه هو ماء الحياة كإله، جاع كبشر وقال عن حاله أنا خبز الحياة النازل من السماء كإله. فإذا مخطط الشيطان هو أنه يفركش مخطط ربنا يسوع المسيح وما يحاول أنه يوصله للصليب. فلمن هو وصل للصليب شو بيقول يسوع؟ بيقول لحواء هذا هو ابنك عن يوحنا. فإذا
إذا رأس نسل الإمرأة انتصر على الشيطان يلي هو يسوع المسيح، بيبقى النسل الثاني يلي هو الكنيسة يلي هو يوحنا يلي بيمثل كل واحد منا. مشان هيك الشيطان بيتدخل بقلب الكنيسة، ومشان هيك الشيطان بيحاول إنه يحرق لنا بقلب الكنيسة، ومشان هيك الشيطان بيحاول إنه يخلق مشاكل كتير بقلب الكنيسة. ولما بيتدخل الشيطان بحياتك بيتدخل بحياتك على باب الكنيسة وما بيخليك تفوت على باب الكنيسة، وبيسمعك مية شغلة على باب الكنيسة بس لأنك أنت موجود بالكنيسة. فإذا انطلاقا من هون إخوتي الأحبة منشوف إنه هالشر هيدا كيف عم يدخل بحياة الإنسان، وهون الإنسان انتقل مع يسوع المسيح بدون ما يكون عايش كل حياته بحالة الخطية. منشوف هون كيف الإنسان انتقل من النور إلى الظلمة. قلت هودي الشغلات كلهم سوا بس حتى فسر لكم الكلمة اللي عم بيقولها يسوع لنيقوديموس آخر شيء لما بيحكي عن النور، بيقول جاء النور إلى العالم يسوع، فأحب الناس الظلام مثل ما أنا النور وما في غير نور. أنتوا العالم نقى الظلام، كان كمان ألف لام، مش نقى ظلام، نقى الظلام، النور والظلام أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة، فكل من يفعل سيئات يبغض النور ولا يقبل إلى النور، إلى يسوع، النور هو يسوع، لئلا تفضح أعماله. أما من يعمل الحق فيقبل النور كي تظهر أعماله لأنها في الله عملت. فإذا شوفوا بهالجملة الصغيرة قديش ربنا استعمل كلمة النور يلي هو يسوع المسيح. فإذا أنت ما بتقدر توصل ليسوع المسيح إلا إذا كانت أعمالك شريرة. أنت حتى تقدر توصل لنور يسوع المسيح بدك تكون بتشبه يسوع المسيح. انطلاقا من هون إخوتي الأحبة، إن شاء الله يكون هالتفسير يلي حكيناه دخل بقلوبكم وعرفنا مهمتنا ورسالتنا قديش هي مهمة إنه نكون نحن مع يسوع المسيح ولا يسوع المسيح حياتنا كلنا سوا. حتى أنهي أنا وياكم بخبركم خبرية. بخبروا عن هون باي في عنده ابنه وحيد بحبه كثير لابنه، كان كاتب له كل شيء بيملكه. ثاقبت الظروف انه الابن رايح هو ورفقاته مشوار بيعمل حادث وبيموت. ولما بيعمل حادث وبيموت بتوصل الخبريه للبي انه ابنك عمل حادث ومات. بيتاثر البي وبصير معه كريزه بالقلب وبيموت البي. مات الابن ومات البي وما في وريث شرعي، وكونه ما في وريث شرعي بهالحالة هيدي بتجي الدولة وبتحط ايدها على الأموال وبترفعهم للمزاد العلني حتى يستفيدوا منهم الناس. ترفع الدولة كل الأملاك اللي موجودة على المزاد العلني، وهون كتار الأشخاص اللي بيجوا حتى يستفيدوا. بيجوا الناس عم يحضروا المزاد العلني، بيوقف الشخص يلي عم يعمل المزاد وبيقول له افتتحنا المزاد على صورة للابن. صورة للابن شو بدنا فيها؟ ما الابن مات والبي مات، شو بدي فيها لصورة الابن؟ خي بيعنا شي تريا، بيعنا شي كومودينا، بيعنا شي تخت، قوطة الصفرة منيحة، نبلش فيهم. شو بدي بصورة الابن؟ قال له ما في، بدنا نبلش بصورة الابن. بين الناس اللي موجودين في صديق الابن وبيرفض انه صورة صديقه تروح، بيرفع ايده بيقول له انا اشتريت الصورة. بيقول لهم المزاد انتهى. وخي كيف المزاد انتهى؟ بعت الصورة بس كل شيء بعده موجود، ما بعتنا شيء، لا بعتنا التريات، لا بعتنا التخوتي، لا بعتنا قط السفرة، لا بعتنا الصالونات، بس بعت صورة الابن. قال لهم بالوصية مكتوب يلي معه صورة الابن معه كل شيء. نحن بحياتنا معنا صورة يسوع المسيح، هالصورة هيدي أخذناها نحن بالمعمودية وصفينا نحن أبناء للآب، رجعنا دخلنا على الطريق الصح، دخلنا على النور الصح يلي هو يسوع المسيح. خلينا نضلنا عايشين صح، تنضلنا نحن مع يسوع ولا يسوع إلو المجد للأبد. آمين. نؤمن بإله واحد.